معانا على الهواء دلوقتي البطله المصريه يمنى عياد اللي خدت الميداليه الذهبيه او كاس نيلسون مانديلا في الملاكمه. على الهواء نتعرف منها على رحله التالق والصعود والبطوله. بنقول لك الف مبروك يا يمنى، صباح الخير. صباح النور، الله يبارك في حضرتك. قبل ما نتكلم بقى عن البطوله وغيره، ناس كتير قوي مستغربه ملاكمه نسائيه او ان الست او البنت تلعب ملاكمه، دي حاجه مش بسيطه ومش سهله. يمنى؟ ايوه، كلمينا عن اختيارك اللعبة دي، لعبة صعبة وعنيفة جدا، لعبة الملاكمة النسائية. ايوه، انا في البداية اصلا كنت بلعب كاراتيه، يعني انا معايا حزام اسود كاراتيه، وبعدين لعبت كونغ فو، ولعبت كيك بوكس ومواي تاي، ومعايا اول افريقيا في مواي تاي. فالكابتن بتاعي كابتن مايك فيلد عرض عليا قال لي ايه رايك نلعب ملاكمه، انا شايف ان انت ايدك احسن من رجلك بكتير. كمان قلت له تمام، ولعبنا ملاكمه. دخلت اول سنه شباك، تمام، كانت في اسكندريه، الحمد لله جبت فيها مركز اول ما شاء الله. بعد كده دخلت تاني سنه كانت في الترسانه، كانت لسه برضو شباك، جبت فيها مركز اول. جميل. بعد كده طلعت درجة أولى، كلهم كانوا أكبر مني طبعا، كنت لسه صغيرة، والحمد لله قدرت إن أنا أكسب أول 4 مرات. وبعد كده دخلت بطولة البحر المتوسط، عندنا تجارب. أول مرة جبت فيها برونزية. ما شاء الله عليكي، أنت خطر. خلينا بس إيه نقول كده يعني. يمنى، سر تألقك انه ما شاء الله انت لعبتي كاراتيه، لعبتي كونغ فو، لعبتي كيك بوكسينج، وفي كل مره كنت بتتألقي في كل لعبه من دول، يعني حزام اسود في الكاراتيه، مراكز كبيره في كل حاجه تقريبا لعبتي فيها. سر خليني اقول النجاح اللي انت بتحققيه في كل لعبه بتلعبيها ايه؟ يعني لو حد بيتفرج علينا دلوقتي بيبتدي حاجه جديده، انت البوكسنج ابتديتيه جديد، فسر التألق انه ما شاء الله حصدتي كمان المركز الاول في البطوله. توفيق عند ربنا في الاول والاخر. اكيد. ثم مجهودك بقى، احكي لنا عنه. احنا اصلا كان عندي بطوله دوره الالعاب الافريقيه اكرا، كانت قبلها. تمام. الحمد لله انا جبت فيها مركز ثالث، تمام. وبعدين دخلنا بطوله كاس افريقيا نيلسون مانديلا، تمام. فكان لو انا جبت المره اللي فاتت المركز الثالث، انا عندي اصرار اكتر ان انا احقق المركز الاول في البطوله. بيقولوا دايما ان اللاعب بيبقى المينتاليتي بتاعته او تفكيره هو اللي بيوصله لده اكتر، ايه يعني ما شاء الله بتفكري في ايه دايما؟ ان انا مش عايزه ابقى رقم ثلاثه، عايزه ابقى رقم واحد، ايه اللي بيديكي الدافع ده؟ حبي للعبه، ودعم ماما وبابا ليا، ودعم الكابتن بتاعي، هم دايما بيقفوا معايا. ده مهم جدا، الدم اللي حواليكي، كل الناس اللي حواليكي. عايزه يعني تحكي لنا يمنى، يمنى عياد، لو عايزين نعرف كده يومك عامل ازاي، يوم يمنى عياد كبطله بتبتدي ازاي، ساعات التدريب قد ايه، يومك اصلا بتشتغلي على نفسك ازاي، خصوصا ان الالعاب اللي بتلعبيها العاب محتاجه اعداد جيد جدا وتدريب كمان مختلف. ايوه، انا لا انا في البيت عادي، بصحى الصبح بصلي، بعد كده بتمرن، وبعد كده بروح الكلية بتاعتي وافطر. بتدرسي ايه؟ بعد كده ايه؟ بتدرسي ايه؟ في كلية التربية الرياضية. جميل. وبعدين بما بخلص كلية بروح البيت، بتغدى، بذاكر شوية، واروح التمرين. لكن طبعا لما بنكون معسكرين بنصحى الصبح، بيكون عندنا تمرين الصبح، بعد كده بنفطر، وبعدين بفضل اذاكر عشان الكليه بتاعتي وكده، وبعد كده بيكون عندنا تمرين فتره مسائيه، وبعد كده
حلو، يعني يوم كله اغلبه دايما بتركزي على التدريب، واحنا زي ما شايفينك دلوقتي على الشاشه بطله فعلا، يعني لقطات احنا شايفينها دلوقتي وحصولك على الجائزه او الميداليه الذهبيه ببطوله نيلسون مانديلا في الملاكمه النسائيه، بنقول لك مره ثانيه الف الف مبروك، وان شاء الله تحصلي كده على ميداليه في اولمبياد باريس 2024 هتشاركي فيها البطله يمنى عياد لاعبه المنتخب المصري للملاكمه. مبروك يا يمنى.